غرائب المساء الكتاب اسمه ماذا يفعلون او بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ طبعا الكتاب من اسمه يقول انه الناس دي بتعمل حاجه غريبه، فالكاتب مستغرب الحاجه الغريبه اللي هم بيعملوها ورصدها وكاتب ماذا يفعلون. هذا الكتاب بيتكلم عن موسوعه ثقافيه للعادات غير العاديه والغريبه من جميع انحاء العالم. الغلاف هيكون مع حضراتكم حالا دلوقتي، والكاتب الباحث خافيير جالفان، صدر سنه 2014. ومن اسم خافيير نعرف كده الاتجاه والسمت الخاص بهذا الكاتب. طيب هنروح معاكم في هذا الكتاب أكتر من مكان وأكتر من منطقة، لكن شايفين الصورة اللي على الغلاف تحت في شخص نايم كده وبيعوم في حاجة لونها أحمر، دي طماطم، فده الجزء اللي اخترناه لحضراتكم النهاردة. طيب القصة بتبدأ إنه في منطقة في اسمها فالنسيا، اسمها بونول، بونول دي موجودة في مقاطعة اسمها فالنسيا في إسبانيا، وهذه المنطقة يعني نقدر نقول إن القصة بدأت فيها من سنة 1945 في شهر أغسطس. في شهر أغسطس 1945 كان في مجموعة لطيفة جدا من البشر بيغنوا كده وبيعزفوا موسيقى وماشيين في الشارع عاملين احتفال، ولكن الناس اللي موجودين في الشارع أو في القرية اللي هم كانوا بيعزفوا فيها أو المنطقة ما عجبهمش العزف بتاعهم، وزي ما بنعمل عندنا في الأفراح بتاعت زمان والحاجات دي، الناس كانت بتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تحذف حاجات من اللي موجودة على المغني. طبعا زمان ده كان بيترصد بشكل كوميدي، لكن ده سلوك طبعا سيء وخاطئ مبقاش بيتعمل، لكن بيتكلم في فترات زمنية سابقة. فبدأوا يحذفوا حاجات من اللي موجودة على الفرقة اللي كانت موجودة عشان عصفهم وحش وممتعدين جدا منهم، وبالتالي لا ثانية واحدة ترجعوا لي بقى وسيبوا الصور عشان الناس تعرف احنا بنتكلم عن ايه. فبدأ الناس تحذف عليهم بعض الحاجات اللي موجودة في المكان لحد ما لقوا كشك بتاع خضار. هذا الكشك كان موجود تقريبا كل الحاجات اللي فيه كانت عبارة عن طماطم، فبدأوا ياخدوا الطماطم، الكلام ده سنة 1945، ويحدفوا الطماطم على الناس اللي بتعزف. طبعا الناس اللي بتعزف بدأت هدومها كانوا لابسين هدوم لونها أبيض تقريبا، وبدأت الهدوم تبقى كلها طماطم ويخرجوا ويجروا كده بعيد عن الناس، تعرضوا طبعا لإحراج وإيذاء كبير جدا، وتدخلت الشرطة وفضت الموضوع وأشياء من هذا القبيل. بعد شوية بدأت الناس تفكر إنه طيب ما تيجي نعمل الخناقة بالشكل ده، فبدأت تتحول الخناقات في المنطقة دي انه يجيبوا الطماطم من بيتهم ويحذفوها على بعض. مجموعه من الشباب اشتبكوا بعدها، بداوا يحذفوا الطماطم على بعض. تطور الموضوع لحد ما بدات الشرطه تتدخل بشكل جدي ومنعت اي استخدام للطماطم في غير الاماكن المخصصه لبيعها والتعامل الطبيعي فيها في الاكل، لكن اي ضرب بالطماطم والحاجات دي لا. انزعج سكان المدينه وكان عجبهم الموضوع، وبداوا يحولوا الموضوع لشكل احتفالي شويه ان هم يحدفوا بعض بالطماطم. راحوا عاملين ما يشبه المظاهره والوقفه الاحتجاجيه احتجاجا على الطماطم، ان هم منعوهم من ان هم يستخدموا الطماطم في الخناقات والاحتفالات، وبداوا يطالبوا ان الطماطم تكون، دي طبعا من المشاهد اللي موجوده في هذا الكتاب، بداوا يطالبوا ان الطماطم تكون يعني جزء رسمي من التعاملات بتاعتهم في المدينه. وافقت لهم الشرطه بالفعل، والمدينه وافقت لهم، او الحي او المدينه او الاداره اللي كانت معنيه في المقاطعه دي وافقت لهم ان هم يبداوا يستخدموا الطماطم. من هذا التوقيت في 1957 ده كان الوقفه اللي الناس طلبت فيها بادخال الطماطم رسميا الى الاحتفالات بتاعتهم، انطلق مهرجان الطماطم ومسميينه لا توماتينا. لا توماتينا بيبدأ بقى زي ما حضراتكم شايفين، بيجي يوم الـ في شهر الأربعاء الأخير من شهر أغسطس في كل سنة، بيجيبوا ما يقترب من 150 طن طماطم، وتبدأ العربيات تقرب وفي ميدان كبير كده ينزلوا فيه الطماطم، وتبدأ الناس تاخد الطماطم وتحدف بعض بيها لمدة ساعات. طبعا اللبس بيكون أزياء مستغنيين عنها وبيعملوها بشكل احتفالي كده، حاطين مجموعة من الضوابط عشان ما حدش يرتكب جريمة يجيب طماطمية ناشفة ولا حاجة يحدفها في عين حد أو يأذي حد بيها، إنه لازم الناس تلبس نظارات. طبعا الصور الناس لما بتدخل جوه بتخالف الموضوع، إنه الناس لازم الطماطم لو هتحدفها لازم تكون طرية، وبيحرصوا ان الطماطم اللي تكون موجودة تكون طرية شوية ما تبقاش مؤذية يعني، وحاطين شوية طقوس. الموضوع ما مشيش كده، بدأوا يفكروا بقى بشكل سياحي، لأنه تقريبا بدأ يجي لهم أكتر من 100,000 بني آدم من العالم كله يحضر الاحتفال ده في شوارع فالنسيا، ففكروا انه يعملوه بتذاكر،
بدأوا يعملوا تذكرة للدخول إلى هذا الاحتفال الأربعاء الأخير من شهر أغسطس من كل سنة، والناس بتحجز من قبلها، وعملوا إدارة للمهرجان ده لا توماتينا، والناس تحجز وتروح وتدخل وتحتفل، وبدأوا يخصصوا ناس. شوف الاستثمار بقى إزاي، تحول حاجة لشيء أو شيء تستفيد منه استثماري وسياحي حتى لو ما عندكش، وبدأوا يخصصوا كاميرات وناس تصور وحاجات كتيرة كده بالشكل ده، ويقدموا خدمات وطقوس، وفروا أماكن الناس تروح تاخد أو تستحمى فيها وتغسل الطماطم اللي على جسمها. كمان في نهر قريب، بدأوا يعملوا ما يشبه الكافيتريات أو الكافيات أو المطاعم على النهر ده، عشان الناس تروح تغتسل في النهر ده وتطلع تاكل. يعني حولوا المكان لمدينة سياحية من الطماطم، وبقت واحدة من أهم مصادر الدخل بالنسبة لهم في المنطقة دي، والناس بتلتقط الصور، وشيء مبهج جدا. جبنا لحضراتكم بعض اللقطات دي من أغرب الحاجات اللي الناس بتستخدم الطماطم فيها حول العالم. كتاب ده كتاب ظريف جدا، بدعو حضراتكم لقراءته، لأنه في حاجات تانية غريبة هتستغربوا الناس بتعمل إيه، لكن دي حبينا نجيبها لكم بشكل لطيف. يمكن التانية الصور اللي فيها ما تصلحش العرض، فاخترنا لحضراتكم موضوع مهرجان الطماطم اللي بيتم الاحتفال به كل سنة. طبعا المهرجان لم يتوقف على حدود بونول، ولكن بدأ دول كتيرة جدا تقلد هذه المنطقة في أنها تعمل مهرجان للطماطم، لكن الفكرة الأصلية وحقوق الملكية الفكرية لمنطقة بونول في فالنسيا في أسبانيا. الكتاب ماذا يفعلون أو يفعلون ماذا، موسوعة ثقافية للعادات غير العادية والغريبة من جميع أنحاء العالم، مش موجود منه باللغة العربية طبعا، الترجمة الفورية بتسهل الأمور، للكاتب خافير جلفان، صدر سنة 2014.